انا شايفه انه السيدات عامله انجاز اكتر من الرجال، يعني قولي لنا بقى ليه السيدات عامله انجاز اكتر. هو يعني الحمد لله البنات قدرنا من اول سنه يعني يبقى في انجاز كبيره ان البطوله تخش النادي من اول سنه، حاجه كبيره. برضو عشان البنات قدرنا نوصل لدوري ممتاز يعني اسرع من الولاد، فالفرقه عرفنا ننافس فيها اسرع. كمان الكره النسائيه في مصر طبعا الفتره اللي فاتت في تطور كبير في الكره النسائيه وفي اهتمام اكبر من كل الانديه، بس عشان يعني ممكن نعتبر ان الموضوع لسه في بداياته عامه في مصر، فاحنا عشان قدرنا نعمل الموضوع بطريقه محترفه ونجيب مدير فني كبير يمسك الفرقه واللعيبه بنقيها بشكل يعني محترف اكتر، فتلاقي فرقه البنات عرفنا نعمل فيها انجازات اكتر بكتير. فريق الرجال ان شاء الله يعني الانجازات هتيجي، بس احنا بس عشان ابتدينا في الدرجه الرابعه ودلوقتي في الدرجه الثالثه، فهو بس السلم عشان نطلع ممتاز اطول شويه، فعشان كده المنافسه عاليه قوي مش كده؟ والمنافسه عاليه وعدد الفرق اكبر بكتير وعدد اللعيبه اكتر بكتير، فبيبقى بتاخد وقت اطول شويه عشان فريق الولاد يطلع يعني السلم لحد ما نوصل ان شاء الله دوري ممتاز. بس الحمد لله قدرنا يعني من اول سنه الرابعه نصعد ثالثه، وان شاء الله السنه دي نصعد من ثالثه الممتاز بقى على طول، ونفضل ماشيين على الخطوات دي لحد ما نوصل ان شاء الله اللي احنا يعني عايزين. انتوا في الفريقين سواء الرجال او السيدات في كل سنه بتتقدموا خطوه عن السنه اللي قبليها، هل ده يعني انتوا بتخططوا لده من ساعه لما استحوذتوا على النادي توت عنخ امون؟ الحمد لله يعني ان لحد دلوقتي الخطه اللي اتحطت احنا ماشيين على الخطوات الصح، سواء في الرجال او في السيدات اتحط بلان هنا وهنا. انا اعتقد اكتر حاجه بتميز نادي توت عنخ امون عن باقي الانديه ان احنا في بلان واضح محطوط من اول يوم الانديه دخلت تحت استحواذ رايت تو دريم، والبلان ده محطوط للاربع خمس ست سنين اللي جايين، وكل حد شغال في النادي عارف هو شغال عشان ايه او ايه الهدف اللي محتاج يوصله، فعشان كل ده محطوط من الاول، فاحنا كل القرارات اللي بناخدها بناخدها عشان التارجت اللي احنا حاطينه من اول يوم ابتدينا شغل فيه. فهي دي اعتقد اكتر حاجه مساعدانا ان احنا كل سنه الحمد لله بنحاول نحقق الاهداف اللي احنا حاطينها لنفسنا، عشان احنا من الاول حاطين بلان ومش حاطين يعني مش قايلين احنا عايزين مثلا ناخد الدوري وخلاص، مش حاطين ضغط يعني. لا احنا حاطين بالظبط الخطوات اللي محتاجين ناخدها عشان نوصل للهدف ده، وزي يعني زي ما بتقولي واحده واحده، وكل الخطه اللي احنا حاطينها خطه لونج تيرم، فكده كده يعني احنا عارفين ان الموضوع هياخد وقت، وبس عشان انت عارفه انت شغاله على ايه، فكل سنه بتحققي انجاز صغير لحد ما ان شاء الله توصلي للتارجت الكبير يعني اللي احنا حاطينه ان شاء الله.